لك بقى كلمتين كده اول ما تبدا تسجيل. السلام عليكم. ده حقك ان ده لازم والله العظيم. لا والله بس استنى هي كده تقريبا بدا النهارده بقى. احمد حمدي رابطه صيادين مدينتي مع رابطه سكان مدينتي. ايه رايك بقى في اول تجربه ليك خالص في صيد الكابوريا في جزيره 2 مارينا 5؟ بص مبدئيا والله العظيم يا جماعه والله انا كنت بشوف فيديوهات بتاعت تامر شفتها ومتابعها كويس جدا وحافظها، بس ما كنتش متخيل ازاي بتطلع يعني ازاي اصلا صيد كابوريا، يعني طول عمري ازاي الكابوريا بتمسك بتعيش ازاي بتتجاب ازاي بتطلعها ازاي لما تطلع تمسكها ازاي، الحاجات دي كلها والله ما كنت اعرفها. جيت قابلت تامر النهارده الله يبارك له الله يبارك له والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اولا علمنا الطريقه، المكان اصلا اختار المكان ان هو اختار مكان صح رقم واحد، رقم اتنين الطريقه نفسها طريقه جامده جدا والله العظيم. الناس انا عايز اقول لكم احنا قاعدين اصلا الناس بتعدي ده بتعملوا ايه اللي هي طريقه الازازه. طريقه الازازه والله الناس عماله مستغربه، حتى في ناس في الاول ممكن تلاقيها بتتريق يعني ايه اللي قاعدين بيعملوها دول، احنا قاعدين ما شاء الله قاعدين باصين على الناس رامين سنانير وبتاع وقاعدين لو عايزين يصطادوا مفيش احنا ما شاء الله الله اكبر قاعدين ننزل بالبتاع نطلع بكابوريا وبسم الله ما شاء الله احجام من قد كده هوت لغايه الحاجات ما شاء الله كبيره جدا يعني ما شاء الله. تاني حاجه الكابوريا عندنا اقيم من الملقات. طبعا قدامك الاثنين واعيين تلحقني فيهم قدامك اختيار من الاثنين. لا وبعدين والله ما شاء الله كان تامر عامل كذا ازازه، فوالله لو كنا عاملين نجري يعني لدرجه ان احنا مثلا نيجي ازازه هنا بتتحرك بالطريقه اللي تامر عاملها نجري بسرعه تلاقي التانيه بتتحرك عاملين نجري كده، لدرجه ده حصل النهارده يعني تامر الصبح يعني انا بوصل له حاجتين في حاجتين عملتهم ووصل له. لا لازم الناس كرسي ده كرسي كنا قاعدين على البحر كده وبتاع ف هو معاه كده السيل الصغيره ديت، فانا فاكر ان هو كرسي بقى الشازلونج بتاعنا العادي دوت، فبس رايح راح اتكسر ده اول كرسي الاول. الشبكه بقى كان معاه الملقاف فقاعدين فكان لقينا كابوريا طالعه خلاص ده الضحك عايمه على وش الميه عايمه لوحدها كده، فده بيقول هات البتاعه بسرعه فاديتها له فمش عارف ولا بديها راح خبطت في الارض راح اتفكت فالشبكه بتقع، فهو كان معاه ملقاف تاني فبيقول هات لي الملقاف تاني بسرعه، فانا فاكر هجيب ايه الملقاف تاني عشان يجيب الشبكه يلحقها وهي لسه عايمه، لقيته سايب الملقاف وبيجري ورا الكابوريا برضه. بس جبناها في الاخر. جبناها الحمد لله الكابوريا. بقول له طب انت تجيب لي الكابوريا وتسيب الشبكه. احنا جايين نجيب كابوريا مش هيديك زيرو ثلاثه هنا. فوالله العظيم ما شاء الله والله بجد. لا بس انت بصفه عامه كمسكه الكابوريا ككل مسكه الكابوريا دي انا بصراحه عمري في حياتي في حياتي في حياتي ما كنت اتخيل ان انا امسكها، يعني انا اصلا والله تمسك بالاثنين النهارده. والله العظيم وانا باكل يا تامر والله انا باكلها اصلا ساعات كده بتست بس بنفسي بحط كده صباعي وفي الاكل وانا باكل عادي اللي هو تحس ان الشوك دوت لو غلطه تتعور فلازم تمسك وعمالة وانا على فكره وريته الفيديو وريته فيديو يجرأه قبل ما يروح وريته وهي بتقطع صباعي وهي بتقطع حته بصباعي تامر رايحين قال لي بص الفيديو ده وراني الفيديو والكابوريا بتروح تعضى من ايده ايوه بالمقص بتاعها وريته فتحت ايده صغيره ودم وبتاع فاللي هو ايه انا حتى وقعدت اندمجت انا هو بقى طب انت حسيت بايه ومش حسيت بايه واللسعه ومش اللسعه طب ضربه ولا مقص فقعدنا نتكلم في الحاجات دي كلها. واحمد ان شاء الله هيعمل لنا فيديو باذن الله باذن الله بدون مقاطعه يعني كده بعد كده لما يطلع يصطاد كابوريا مع نفسه او لما يجي يعمل الكابوريا وهنشوف الكابوريا وهي بتجري ورا في البيت ان شاء الله. في البيت انا متخيل. لا والله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله والله تامر والله الله يبارك ربنا يبارك لك وتامر النهارده بصراحه والله من الصبح قال قاعد يسالني انتوا عندكم كام واحد في الاسره هناك انتوا مش عارف ايه ايه وقعد وبتاع قال لي مالكش دعوه النهارده بصراحه والله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر وكل الناس الحمد لله فضل ربنا كان بيقول لك مفيش شغل خالص يعني في ناس حاولوا يصطادوا مفيش الحمد لله خالص والله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الايس تانك والله خلاص اتملى تقريبا لا لسه هنجيب دلوقتي راح نجيب جزيره اربعه ان شاء الله نشوف الدنيا فين ان شاء الله هنجيب كام حته كبيره يا رب ادعوا لنا والله تسلم لتامر والله بجد والله تامر على بص كذا حاجه تعليم الفكره بتاعت الازاز والله تامر مش فيديو انا بكلم بجد تعليم فكره الازاز اصلا فكره عالميه بامكانيات بسيطه جدا ولا عدد ولا مش عارف ايه بتاع الموضوع بسيط جدا 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 ويتعمل بالعكس يعني الموضوع سهل جدا يعني والناس تقول لك اللي هو لازم سن يشبك لا 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 انت والله شفت الموضوع مسيس ولا كان في سن ولا في اي حاجه هي الفكره ان انت تطلعها بمسيسه صح وتمسكها تلقفها صح عشان تعرف تطلعها. تاني حاجه في مسكه الكابوريا دي مش سهله خالص بصراحه يعني لا الافتراضيه بتاعتك
يعني الحمد لله الدنيا اتبسطت. انت اول مره تجرب كابوريا كده والحمد لله فضل ربنا جدا طبعا. ينقصنا يعني الباشمهندس سيد العريا وكل الاحبه. والله يعني عمالين كل شويه بالفيديو ده مش عارف ينزل قبله ولا بعد. عمال اقول تبعت المهندس سيد العريا اعتبر تبعت المهندس سيد العريا الدنيا عارفين ان هو يروح واخد عربيته بيها على طول هياخد المركب مش العربيه. قلنا نخلص كابوريا الاول وبعد كده ايه نامن نفسنا. تعالى هنا بقى جزيره 4 اوريك بقى شويه حاجات.